بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى منته على بني إسرائيل بإيتائهم الكتاب والحكم والنبوة ورزقهم من الطيبات والتفضيل على العالمين وأنه آتاهم بينات من الأمر، ومع كل هذه النعم بغى بعضهم على بعض واختلفوا، فذكر سبحانه وتعالى انتقال الفضل عنهم وانتقال الكتاب عنهم إلى غيرهم، وهي أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم التي اصطفاها الله واجتباها وفضلها على العالمين، على عالم زمانهم وغيرهم، فهم السابقون إلى الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون، أو نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. فنحن الآخرون زمنا، السابقون إلى الله سبحانه وتعالى، الأولون في المنزلة. فهذه الأمة شرفها الله عز وجل بما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم من الشريعة. وإنما يكون الاجتباء والاصطفاء بالكتاب وبالنبوة وبالحكم العظيمة التي يوحيها الله عز وجل إلى أنبيائه. ليس الاصطفاء بكثرة ما يعطاه الإنسان من الدنيا أو من الجاه والمال. ذكر الله عز وجل اصطفاء بني إسرائيل وتفضيلهم، ثم ذكر اصطفاء هذه الأمة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وهذا التشريف لهذه الأمة بما أرسل الله فيهم رسوله. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وبما أنزل عليه سبحانه وتعالى من الشريعة العظيمة الكاملة التي لم يطرق العالم شريعة مثلها، ولا يوجد في التشريعات القديمة والحديثة شيء يضاهيها، لمن تعقل ولمن تفهم ولمن تدبر ما تضمنته من العقيدة الصحيحة والعبادة السليمة والمعاملات المستقيمة والأخلاق السوية الحسنة، وما يحتاج إليه الفرد وما تحتاج إليه الأمة، وكيف تتعامل أمة الإسلام مع غيرها من الأمم، صلاح الظاهر وصلاح الباطن، وهي من أمر الله عز وجل. الله جعل محمدا صلى الله عليه وسلم على هذه الشريعة، أي شرع له ذلك وأمره بها، وجعله قدرا كذلك موفقا مسددا صلى الله عليه وسلم،
وجعل طائفة من أمته على طريقه دائما لا ينعدم الحق في أمته إلى يوم القيامة، وليست كالأمم السابقة التي يمكن أن يتسلط عليها عدوها حتى يذهبوا بما في أيديهم بالكلية، وحتى يفقدوا شريعتهم، وحتى لا يوجد قائم ظاهر على حجة الله سبحانه وتعالى. خص الله هذه الأمة بأن جعل طائفة منها تابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم دائما، فهذه من منة الله عز وجل علينا. ثم جعلناك جعل شرعي بتشريع هذه الشريعة، وجعل قدري كوني للرسول صلى الله عليه وسلم فقد كان عليها موفقا صلى الله عليه وسلم مهديا هاديا مهديا، وجعل طائفة من أتباعه على الدوام إلى آخر الزمان على هذه الشريعة جعلا قدريا أيضا يمتثلون أمر الله سبحانه وتعالى. ثم جعلناك على شريعة من الأمر، من أمر الله سبحانه وتعالى، وهذه من أدلة أهل السنة على أن القرآن من كلام الله، من أمره غير مخلوق، لأن الأمر غير الخلق، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، والشريعة من أمر الله عز وجل. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. شكر نعمة الله عز وجل بهذه الشريعة ألا نجعلها وراء ظهورنا، بل أن نتبعها ونلتزم بها، نعرف قدرها، كنز عظيم أغلى من كل الكنوز وأغلى من كل الجواهر، نعمة إنما يعرفها من عرف الجاهلية، إما بأن نشأ فيها ثم من الله عليه بالهداية، وإما بأن ينظر إلى ما عليه عقائد الأمم وتشريعاتها وأخلاقها ليعلم، وعبادتها كذلك، ليعلم نعمة الله سبحانه وتعالى علينا بالإيمان. وبهذه الشريعة المطهرة لا تجد فيها نقصا في بوجه من الوجوه بفضل الله. شكر نعمة الله بأن نتبعها ولا نتبع أهواء الذين لا يعلمون. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وقد نفذه وقام به، ونحن مخاطبون بما خطب به عليه الصلاة والسلام في النهي عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون. ما أهواؤهم هي ما يهوونه، فلا بد أن نتبع الشريعة. الشريعة إذا اتبعناها أغنتنا عن أهواء الناس، لا نحتاج إلى أهوائهم. وهذا استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على تحريم مشابهة المشركين بعموم هذه الآية، دخل في اتباع أهواءهم كل ما يهوونه، ولا شك أن من ضمن ما يهوونه هديهم الظاهر والباطن وعقائدهم الفاسدة. ولذا هذه الآية دليل على عدم جواز الاحتفال بأعياد المشركين، وعدم جواز مشاركتهم فيها ولا تهنئتهم بها، خصوصا ما كان يدل على عقائد فاسدة والعياذ بالله. فهذه لا يجوز أن تتبع، ولا أن يقلد فيها الكفار، ولا أن يتشبه بهم. والأعياد في حقيقة الأمر دائما مأخوذة من عقيدة معينة، لا بد وأن يكون للعيد قصة. فالنصارى يحتفلون بميلاد الرب وبصلبه وموته وقيامته من الأموات، زعموا، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وهذا عجب من العجاب، كيف يكون هذا الاعتقاد الذي فيه مسبة للرب سبحانه وتعالى بالنقص والحاجة إلى الولد وبالموت والعياذ بالله وبالإهانة والصلب من الأعداء، أن يكون ذلك عيدا، أن يكون ذلك أمرا يحتفل به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من اتباع والتشبه بالكفار، قال ومن تشبه بقوم فهو منهم، وقال لما سألوه عن يومين يلعبون فيهما في الجاهلية، فسألهما عن هذا اليومين فقالوا يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال إن الله قد أبدلكم يومين
خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. فالمسلم الذي يعتز بإسلامه ويتبع شريعته لا يتبع أهواء الذين لا يعلمون، لا في هديه الظاهر ولا في هديه الباطن، لا في عقيدته. فمن اعتقد ولادة الرب سبحانه وتعالى فقد شتم الرب عز وجل. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم ولم يكن له ذلك، ويسبوني ولم يكن له ذلك أو يشتمني. فقال سبحانه وتعالى: قال وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا. وقال عز وجل: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. السماوات والأرض كانت تنشق من عظم هذا القول، إدا عظيما، لقد جئتم شيئا إدا، شيئا عظيما، وهم لا يشعرون أنهم قد أتوا هذا الشيء العظيم الذي يغضب الرب سبحانه وتعالى، أن شبهوه بخلقه، فضلا أن يقولوا أنه هو نفسه بذاته تجسد ونزل من بطن مريم وعاش يأكل ويشرب ويقضي الحاجة ويركع ويسجد ويتضرع ويبتهل ويخاف ويحزن، وفي النهاية يقتل ويموت بشر قتلة والعياذ بالله. كل ذلك زعموا أنه لأجل مغفرة الخطايا للبشر، نعوذ بالله. اللهم لك الحمد على ما مننت به علينا من هذه الشريعة. فكيف هذا التناقض؟ كيف يشارك مسلم في الاحتفال به، أم كيف يهنئ من يحتفل بمثل هذه المناسبات؟ وهذا أمر قد وقع في مخالفته أقوام وفئام ممن يرون مساواة الملل والأديان، وممن يرون انعدام الفرقان بين الحق والباطل. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، يقولون كما أن لنا أعياد ومناسبات يهنئوننا بها فنحن نهنئهم على أعيادهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن التهنئة بهذه الأعياد والمشاركة فيها شر من التهنئة على الزنا وشرب الخمر. نعم والله، فإن الاعتقاد الفاسد في الله سبحانه وتعالى كيف يهنأ عليه؟ والأمر ليس مجاملات، ولكن من قام بمثل هذا الأمر فإنه والعياذ بالله قد داهن. قال تعالى: ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. فطاعتهم في ذلك موالاة لهم، اتباعهم موالاة، التشبه بهم موالاة. وهذه الآية من أوضح ما يدل على أن معنى المتابعة والتشبه موالاة، لأن الله قال: ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض. من تولهم صار ظالما، من تابعهم وتشبه بهم صار منهم تولاهم، فهم أولياء بعض. الكفرة والمنافقون الذين يصفون الرب سبحانه وتعالى بصفات النقص، والذين يداهنونهم على ذلك ويتابعونهم عليه ويرونها فرصة للمجاملات الباطلة التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. وهل يجوز لمسلم أن يتخذ موعد اعتقاد الكفار بمسبة الرب عز وجل يوما يعظم يهنأ فيه الكفار بذلك؟ ألا رأيت لو أن رجلا سب أباك أو أمك، فجئت في موعد المسبة كل عام وقدمت له التهنئة وقلت له كل عام وأنت بخير والعياذ بالله، أكنت محبا لأبيك أو أمك، أو أكنت راضيا بما فعل؟ أي الأمرين أقرب إلى العقول السليمة؟ لا شك أن كل عاقل يقول من هنأ بذلك راض بما فعل، مبغض لأبيه وأمه، لا يعرف حقهم، فكيف بربك عز وجل؟ وقد نص
الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته أن ادعاء العباد ولدا لله عز وجل مسبة لله، فضلا عما هو أفظع والله، لأن الموت والقيامة من الأموات احتفال بالصلب والموت أشد من الاحتفال بالولادة، وكلاهما والعياذ بالله شر عظيم، واتخاذ مثل هذه الأيام أعيادا تدل على فساد الاعتقاد، ومن شاركهم فيها كان والعياذ بالله منهم متوليا لهم، والظالمون بعضهم أولياء بعض، كان متبعا لأهوائهم، وكذا من تبعهم في هيئتهم الظاهرة في كل ما يختصون به، بل شرع لنا مخالفة أهل الكتاب فيما علمنا أنه من أصل الشريعة التي شرعها الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى المدينة فوجدهم يصومون عاشوراء، وقد كانت قريش تصومه في الجاهلية أيضا، ولما أتى المدينة وجدهم يصومونه أيضا، وجد اليهود يصومونه، فسألهم عن ذلك فقالوا هذا يوم عظيم نجى الله عز وجل فيه موسى وقومه من فرعون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى بموسى منهم، فصامه أمر الناس بصيامه، صامه يعني استمر على صيامه، ولم يمنعه أنهم يصومونه أيضا أن يصومه شكرا لله على نجاة موسى وهلاك فرعون. ثم إنه صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر، وهذا فيما أتى الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأن يوم عاشوراء هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه، وهذا على تقويم أهل الإسلام الشهور التي هي عند الله عز وجل الشهور القمرية، وإلا فأهل الكتاب لا يعترفون بهذا التقويم، ولذا ضلوا عن أيام الله والمناسبات العظيمة. نعم، أعياد أهل الإسلام مناسبات عظيمة، مناسبات كلها طاعات، أعيادنا تستحق أن يهنأ عليها. عيد الفطر يوم إكمال الصوم، الشكر نعمة الله عز وجل بإكمال صوم رمضان هذا الشهر العظيم. ثم عيد الأضحى ذكرى تضحية إبراهيم عليه السلام في نفس اليوم، من آلاف السنين ضحى إبراهيم عليه السلام بالكبش الذي جعله الله عز وجل فداء لإسماعيل، فنحن نتذكر نعمة الله عز وجل، نتذكر أيام الله. كذلك يوم عاشوراء الذي لا يعرفه الآن إلا أهل الإسلام يعرفونه بفضل الله سبحانه وتعالى، يحمدون الله على ما أنجى به موسى وأهلك فرعون، ونحن نحمد الله على هلاك الفراعنة، وندعوه سبحانه وتعالى أن يلحق بهم أتباعهم على طريقهم ممن سلك سبيلهم، نسأل الله أن يدمرهم كما دمرهم، وأن يلحقهم بهم كما ساروا على طريقهم، مع أن الفراعنة مصريين، مع أن موسى إسرائيلي من بني إسرائيل، وذلك نحن أولى بموسى منهم، أولى بموسى من بني إسرائيل المنتسبين إليه زورا وبهتانا، لأن القضية قضية متابعة على منهج، ليست قضية جنسية وليست قضية نسبية نسب، أو أننا نشأنا على هذه الأرض وهم نشأوا على أرض أخرى، نقول ليس الاعتبار بذلك. موسى صلى الله عليه وسلم مؤمن مسلم موحد، رسول من رسل الله كريم الله، لابد أن نؤمن به، من كفر به كفر بالله وكفر بكل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولذا نعادي من عاداه، نعادي فرعون وهامان وجنودهما، ونفرح ونشكر الله على هلاكهم، ولا نقول كما يقول المجرمون الزنادقة بأننا أبناء الفراعنة، حتى ولو كنا أبناءهم فنحن لسنا بأبناء لهم في المنهج والطريق، ولا نقول قد كان حقا أن يخرج بنو إسرائيل من مصر، يعني يطردون ويمنعون، وأنهم كانوا يريدون اغتصاب البلاد من أهلها، نقول بل نحمد الله على أن ملك بني إسرائيل المؤمنين الموحدين مع موسى صلى الله عليه وسلم امتد إلى الديار المصرية بعد هلاك فرعون، صارت مملكة إسلام
وصارت دولة إيمان بعد هلاك فرعون وجنده، وانتشر في ربوع مصر الدعوة الإلهية الربانية، دعوة التوحيد، دعوة موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. فكيف لا نفرح ونعتبر هذا اليوم من أعيادنا؟ نعم، هو من أيام الله التي نتذكرها. وذكرهم بأيام الله، كما في الموضع الآخر. فنحن نتذكر هذه الأيام، وإن كنا في أصل هذا الأمر نخالف أهل الكتاب بأن نصوم يوم التاسع ويوم العاشر. وأما من يتخذ يوم عاشوراء يوم مأتم من أجل مقتل الحسين فيه، فإن هذا من البدع الضلالات. وسبحان الله، تجد تشابها عجيبا بين ما يفعله الرافضة في يوم عاشوراء الذي هو يوم عيد، من أجل أن الله نجى فيه موسى وقومه، اتخذوه مأتما لمقتل الحسين، ونحن نبرأ إلى الله من قتلة الحسين ومن قتله، ونقول عليهم من الله عز وجل ما يستحقونه، وهم من شر خلق الله سبحانه وتعالى الذين قتلوه وأمروا بقتله ورضوا بقتله، عليهم من الله سبحانه وتعالى ما يستحقون، وهو يتولى حسابهم. وهو قتل مظلوما رضي الله تعالى عنه، قام ليقيم الحق وإن كان لم يقدر أمر القدرة والعجز والوفاء والغدر الذي أوقعه فيه أهل العراق، الذي أوقعه أهل العراق بسبب الغدر الذي غدر به أهل العراق فأوقعه بسببه في هذه المحنة. نقول لم يقدر الأمر حق قدره، ولكن لكرمه وشجاعته أبى أن يذل لحثالة مجرمة من الناس. لكن الاحتفال بذكرى الموت والقتل ليس من شيم أهل الإسلام، وإلا فمأتم موت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أولى، ومأتم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كان أولى، ولا يوجد مأتم عندهم أعظم من مأتم عاشوراء، وهم يصنعون فيه أعاجيب تماثل تماما ما يفعله النصارى في مأتم المسيح على زعمهم، أعني في عيد القيامة يجرحون أنفسهم. ورأيت والله صورا عجيبة التقطت في أماكن مختلفة، صورة النصارى الذين يحتفلون بعيد القيامة ويوم صلب المسيح بأن يصلب بعضهم ويدقوا المسامير على أيديهم، ومنهم من يوزق نفسه بالشوك والعياذ بالله، كما يفعل الرافضة. الرافضة فعلا تشبهوا بالنصارى في ذلك والعياذ بالله، يطعنون أنفسهم بالسلاح ويجرحون أنفسهم ويتباكون على ما يرون من تركهم للحسين، وهم والله تركوه ميتا بعد أن تركوه حيا ليموت. تركوه ميتا، تركوا طريقته، تركوا ما كان عليه من حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوليهم، ما كان عليه من العدل والإنصاف والإخلاص لله عز وجل، هم صاروا والعياذ بالله أهل شرك ودعاء لغير الله وتأليه لغير الله سبحانه وتعالى، بما يغالون في أهل البيت وبما يزعمون من الوقيعة بين الصحابة رضي الله عنهم وبين أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يزل الصحابة رضي الله عنهم وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من لدن علي والحسن والحسين لم يزالوا متحابين في الله عز وجل، ولم يزالوا على قلب رجل واحد وعقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله، شابه أهل الكتاب في هديهم الظاهر حين اخترعوا البدع والضلالات. نحن كما ذكرنا من ضمن مخالفتنا لأهل الكتاب أن نخالفهم فيما علم من شريعتنا أنه مشروع لهم ولنا، ولكننا نخالفهم في الصفة والهيئة، ولا نترك الطاعة التي شرعها لنا ربنا عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، أي المشروع لهم. وإلا فأهل الكتاب الآن لا يصومون هذا الصيام المعروف، لا اليهود يصومون
الصيام المعروف ولا النصارى، هم اخترعوا صوما آخر. الحمد لله الذي هدانا للإسلام. الغرض المقصود أن المشروع لهم أيضا يختلف، نخالفهم في أصل المشروعية في كيفية الفعل مع الاتفاق في أصل المشروعية، كما أن مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى وأعفوا الشوارب، فإعفاء اللحية سنة ماضية من لدن من سبق من الأنبياء، وقد قال عز وجل عن هارون يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، ولكن نقول خالفناهم في قص الشارب فنعفي اللحية ونقص الشارب، ليس أننا نعفي اللحية والشارب معا. وهذا كذلك في أمر الدفن، فنحن ندفن ولكن الدفن يكون على لحد وشق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا، فالأفضل إذا دفننا أن ندفن على طريقة اللحد، نخالف أهل الكتاب في ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود لا يصلون في النعال فخالفوهم، وقال إن اليهود لا يصبغون فخالفوهم، صبغ الشيب مستحب مخالفة لأهل الكتاب. هذا يشمل العادات والعبادات وما كان بينهما وهو الأعياد، فهذا كله مشروع لنا حتى فيما علم أنه كان من شرع من قبلنا المشروع لنا الذي شرع لنا أن نفعل مثله. كما ذكرنا أصل العبادات نحن متفقون فيها، الصلاة والصيام والزكاة والحج كل ذلك كان مشروعا، نحن الحمد لله الحج أصبح خالصا لأهل الإسلام، أما الصلاة والزكاة والصيام فهي عبادات لها تشريعات مستقلة، أما عبادتهم فقد بدلوا وحرفوا وغيروا، وصار القسم المشروع قد غور وأبعد عن الواقع، وصار القسم المبتدع المخترع هو الذي يشتهر عندهم. الغرض المقصود في العبادات نخالفهم في كيفية أدائها في بعض صفاتها، في العادات كما ذكرنا في أمر صبغ الشيب، في الصلاة في النعال، في إطلاق اللحى وإحفاء الشوارب، في ما كان من معاملات مثل تحريم الشحوم، فإن الله عز وجل لم يشرع لنا ذلك، خالفناهم في هذه المعاملة بالكلية، رغم أنها لم تشرع، هي كانت مشروعة لهم تحريم الشحوم وشرع لنا حلها. وفي أمر النكاح قال النبي صلى الله عليه وسلم في معاشرة الحائض افعلوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الجماع في الفرج، وكان اليهود لا يؤكلون ولا يشاربون الحائض ولا ينامون معها على فراش، فأذن الله عز وجل لنا في يعني كل شيء إلا النكاح، فوافقناهم في أصل المشروعية وخالفناهم في الكيفية، في أننا نمتنع من المعاشرة في الفرج فقط. وافقنا اليهود في الامتناع من لحم الخنزير وشحمه، وهذا أمر متفق عليه بين الشريعة الموسوية والشريعة المحمدية. وخالف النصارى فإنهم أكثر من بدل، مع أنهم يزعمون أنهم متبعون للشريعة الموسوية، والتوراة فيها تحريم الخنزير، ومع ذلك لا يلتزمون به، لأن المجامع عندهم تشرع من عند الله من دون الله عز وجل، وتشريعاتها مقدمة على أوامر الله في الكتاب الذي زعموا أنه مقدس. فانظر كيف كان الأمر عجيب. لكن نقول المخالفة في تحريم الخنزير ليس في تحريمه ذاته، ولكن في عدم ضم شيء آخر من المحرمات غير المنصوص عليها إلى ذلك. فنحن نأكل شحوم الإبل والغنم والبقر ونمتنع من لحم الخنزير وشحمه، والله أعلم وأعلم. أما القسم الذي القسم الثاني قسم هم ابتدعوه واخترعوه، هناك قسم هو مشروع كان مشروعا لهم ثم هو مشروع لنا، قسم ثاني كان مشروعا لهم ثم نسخ تشريعه وجاء الشرع بحكم آخر، كما ذكرنا في تحريم
الشحوم في أمر العادات، وفي تعظيم السبت في أمر العبادات، أو هو يمكن أن يكون عبادة وعادة، وكأنواع الصلوات والصيام الذي كان لهم في توقيته وتوقيت الصلوات ونحو ذلك، وإلى القبلة التي يصلى إليها. نقول لو أن إنسانا تعبد بشيء من العبادات المنسوخة أو من العادات المنسوخة تعبد بها أو مما يجمع بينهما كان ضالا منحرفا. فمن تعبد على سبيل المثال في أمر العبادات بعبادة بالتوجه مثلا إلى بيت المقدس، التوجه إلى بيت المقدس في القبلة في الصلاة، كانت صلاته باطلة بإجماع أهل العلم، ولذلك لا نزاع بيننا في وجوب استقبال القبلة وعدم جواز استقبال بيت المقدس بعد نزول النسخ. فهذا في أمر العبادات. وكذلك لو أن إنسانا صام صياما آخر غير ما شرع الله عز وجل، كأن أفطر في رمضان وصام عاشوراء وجوبا، نقول نسخ وجوب صوم عاشوراء وبقي استحبابه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صوم يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر سنة ماضية، وكما ذكرنا يستحب أن يصوم معه التاسع، فنحن نصوم بنية المستحب لا بنية الواجب. لذلك نقول وكذلك في أمر ما يجمع بين العادة والعبادة كالسبت، فمن عظم يوم السبت وترك العمل فيه وجعله يوم تخصيص يوما يخصص للعبادة كان ضالا مبتدعا. الله عز وجل هدانا للجمعة، وكذا من عظم يوم الأحد وترك العمل فيه كعادة من يأخذون هذه الأيام عطلات تشبها في حقيقة الأمر باليهود والنصارى ابتداء الأمر، وإن كان كثير من الناس أصبح اليوم عندهم مجرد عادة، لكن مجزوم بأن الأمر مأخوذ من أهل الكتاب، لأن إجازة يوم الأحد لم تكن أصلا عند أهل الإسلام حتى عصور الاحتلال، حتى وجد من يتوقف عن العمل من الكفار في يوم الأحد، وصار من يأخذ عنهم بعض هذه المهن يقلدهم، فصار عرفا عند الناس في ذلك. تعظيم السبت وتعظيم الأحد وتعظيم يوم الميلاد، يوم ميلاد المسيح وشم النسيم الذي يعقب عيد القيامة عند النصارى، كل ذلك مما يجمع عبادة وعادة، بل هذا فيه بعض الأشياء من القسم الثالث الذي سنذكره، وهو ما ابتدعوه دون أن يكون أصلا مشروعا. نقول هذا القسم الثاني وهو ما كان مشروعا لهم ثم نسخت هذه المشروعية في شريعتنا من العبادات والعادات. العادات نعني بها كما ذكرنا مثلا تحريم الشحوم، وكذلك ما كان من عدم مؤاكلة الحائض، أن يتعبد إنسان ويقول أنه لا يأكل مع امرأته الحائض ولا يجلس معها على فراش. وكذلك من تعبد بأن من سقط على ثوبه نقطة بول وجب عليه أن يقصها، هذا لو يعني كان مشروعا لكان منسوخا، والآن صار غير مشروع بالمرة، فمن تعبد به كان ضالا مبتدعا وكان آثما على اتباعه في ذلك. أقبح الأقسام القسم الثالث، وهو شيء لم يكن مشروعا لهم وإنما ابتدعوه من عند أنفسهم في أمر العبادات وفي أمر العادات، كعبادة النصارى بالتوجه إلى المشرق دون بيت المقدس، يتجهون إلى جهة الشرق مطلقا، وهذا من ضلالات النصارى المخترعة. وكذلك الاحتفال بأعياد بالقطع هي بدعية، مثل عيد القيامة، فإن المسيح لم يصلب أصلا. والصحيح أيضا أن من ذلك عيد ميلاد المسيح، لأن ذلك لم يرد به تشريع، وإنما هذا من
يعني اختراعات ملوكهم وبطارقتهم ومجاميعهم هم الذين حددوا هذه الأعياد. فنقول هذا الأمر ما كان من العبادات أو كان من العادات أو كان مما يجمع بينهما مما اخترعوه من غير مستند من شرع الله لم يكن مشروعا في الأصل، فإن هذا القسم أقبح الأقسام في متابعتهم وهو أقبح أهوائهم، فالله عز وجل قال ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، لن ينفعوك بشيء، لن يترتب على متابعتهم في ذلك أي خير. رسالة إلى كل المنافقين الذين يرون أنهم باتباعهم لأهل الكتاب يجنون مصالح دنيوية، يجنون محافظة على كراسيهم، يجنون دفاعا عن مصالحهم، كما كان عبد الله بن أبي بن سلول يعني يفتخر بموالاة يهود ويقول منعوني من الأحمر والأصفر، فكان يحبهم حبا شديدا حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم أهلكك حب يهود والعياذ بالله. الغرض المقصود أن من يظن أنهم سوف ينفعهم موالاة واتباع الكفار وخصوصا أهل الكتاب هذه رسالة لهم، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، لا يمكن أن تستفيد شيئا، لا يمكن أن تنتفع بشيء من موالاة أعداء الله من اتباع أهوائهم، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض. وهذا يدل على أن من تبع أهواءهم فهو والعياذ بالله ظالم قد تولاهم. وأشد صور هذه المتابعة والموالاة والتشبه أن يفعل الشيء لأجل أنهم فعلوه. في الأقسام التي ذكرنا في المشروع الذي خالفناهم في صفته والذي كان مشروعا ثم نسخ والذي ابتدعوه، في الأقسام الثلاثة ما كان عبادة أو عادة أو كان مجموعا منهما، نقول يشمل هذا أيضا من فعل الشيء لأجل أنهم فعلوه، وهذا أقبح صور المتابعة، ويشمل من فعل الشيء لغاية في نفسه وغرض في نفسه ولا يقصد مشابهتهم ولا متابعتهم لكن يريد مصلحة أخرى، وهذا أيضا مذموم. وأما من وقعت موافقته ومتابعته اتفاقا بغير قصد لكن في كل من الاثنين فعل الفعل ولا يدرى من أخذه عن الآخر، فهذا يسمى متابعة وتشبها مجازا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود قال غيروا الشيب لا تشبهوا باليهود، مع أن هذا الشيب أمر وقع فينا من غير اختيار، يخرج الشيب يتلون الشعر باللون الأبيض من غير فعل من الإنسان، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم ترك تغييره تشبها، ولكن لا يكون تشبها محرما، يكون تشبها مكروها، يكره أن يترك الإنسان الشيب، يستحب أن يغيره مخالفة لأهل الكتاب. فهذا كما ذكرنا في هذه الدرجات أشدها من يفعل الشيء لأجل أنهم فعلوه، مثل ما يفعله الكثيرون اليوم من الاحتفال بالكريسماس، يعني رأس السنة من القسم الثاني، الاحتفال برأس السنة من القسم أنهم يفعلون الشيء لغاية في نفوسهم من غير قصد المتابعة، يعني هم مش قصدهم ان هم يبقوا ايه يعملوا يتشبهوا بالنصارى وان هم بيحتفلوا بميلاد المسيح فعلا، لا هم يريدون ذلك لله واللعب. الناس بتعمل ايه في رأس السنة؟ تكسر الأزايز، تشرب خمرة، ويعملوا حفلات والعياذ بالله، ويقولون رأس السنة، يحتفلون برأس السنة ويوزعوا هدايا. لذلك نصيحة لكل أصحاب المكاتب والمؤسسات والشركات والمعامل والعيادات بأن لا يقدموا هدايا بمناسبة رأس السنة الميلادية، لأن هذا نعم
ليس مقصودهم التشبه ولا متابعة هؤلاء، ولكن أصل تعظيم رأس السنة الميلادية هو مأخوذ عن الكفار لا شك، هذا لا شك فيه. لكن تعظيم يوم 25 من ديسمبر أو 7 من يناير لأجل أنه عيد الكفار والكريسماس، خصوصا الكريسماس تشبه بالغرب محض، يعني يوجد في المسلمين رغبة في التشبه بالغرب من يحتفل بالكريسماس أكثر من 7 من يناير. 7 يعني يناير ده عاملينه أجازة بالعافية، لكن أصل الأمر اللي هو اللي يوجد فيه من أيام الاحتلال الغربي صار هناك احتفال بالكريسماس 25 يناير اللي هو عيد الميلاد عند الكاثوليك. والعجب ان الاعياد اختلفت ليه، لان اباطرة اليونان الرومان بعضهم غير التاريخ عشان يدلون على كيفية التحريف الذي حدث في هذه الملة، ان هم واحد راح جاي مؤخر التاريخ 14 يوم، دول اعترفوا بيه ودول ما اعترفوش، وصار الاختلاف بذلك الامر، الناس قد غيروا التاريخ. اذا كان تغيير التاريخ امرا معهودا فكيف بما زاد على ذلك؟ لذلك نصيحه بألا يفعل احد ذلك، اللي عايز يعمل هدايا يجعلها باعياد المسلمين وايام المسلمين وسنوات المسلمين. وانبه في هذا على مساله التقويم الهجري، استعمال التقويم الاسلامي الذي استعمله عمر رضي الله عنه، وسن لنا عمر سنة هي مما يلزم اتباعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. اتباع التقويم الإسلامي في كل أمورنا، نحن ما زلنا يعني نتبع التقويم الغربي في كثير من الأمور أو في أكثر الأمور، وربما لو سألت أحد الناس عن التقويم الهجري القمري لما عرفه، ولو سألت الأولاد حتى عن الشهور العربية لكان ذلك سؤالا عسيرا، يقر لك الشهور الأفرنجية ولا يعرف الشهور العربية. وكثير من الناس في كل مخاطباته يستعمل الأشهر الأفرنجية. وعمر رضي الله عنه حرص على أن يكون لنا تقويم مستقل فقوم لنا بأمر الهجرة. فهذا أمر ينبغي أن نعرف الحكمة من ورائه ولا نهمل هذه المسألة، لأن متابعتهم على تقويمهم في الحقيقة نوع من التشبه هو مأخوذ عنهم الذي هو الدرجة الثانية. قلنا النوع الأول هو من يفعل الشيء لأجل أنهم فعلوه، يتابعهم لأجل أنهم فعلوه ليس له غرض، مثل اتباع الموضة، تجد أنواع من العجب في الثياب، لماذا يلبسه؟ لأنه طالع موضة. لماذا تلبس هذه الثياب القبيحة المنظر؟ ثياب جربانة، ثياب مرقعة، ثياب يعني قبيحة يعني سيئة فعلا، فضلا أن تكون تعذيبا للبشر، زي الثياب الضيقة العارية، هذه ثياب تلبسها النساء، أنا معرفش والله لأن الواحد لو قاعد في أي مكان كيف يلبس هذه الثياب الضيقة؟ تعذيب للنفس فضلا عما تتضمنه من كشف عورات. طب بيعملوها ليه؟ من أجل أن الغرب قد فعل ذلك، الموضة طلع كده والعياذ بالله. فانيلات الكورة بتاعت الأولاد اللي بيلبسهم أحيانا صلبان، فانيلات عليها صلبان ليه؟ عشان ويكتب اسم اللاعب الإفرنجي على ذلك. هذا كلام في الحقيقة أمر قبيح، نسأل الله العافية، ليس إلا لأجل المتابعة. والنوع الثاني كما ذكرنا لغاية في نفسه، زي شم النسيم، شم النسيم عامة المسلمين يحتفلون به لا لأجل أنهم يريدون التشبه، ليس في ذهنهم لا بالفراعنة ولا بالأقباط، ولكنهم يريدون أكل الفسيخ والرنجة والذهاب إلى الحدائق والمتنزهات يوم أجازة ولا بنلعب فيه. وده أخطر الأيام في العقل، إنه يوم حقيقة عيد، يعني أنه يعتاد فيه أفعال معينة والكل يحتفل به، تلاقيش يوم تاني من أيام الكفار ولا الأعياد الوطنية والقومية الناس يحتفلون به عن بكرة أبيهم، يخرجون إلى سائر المتنزهات ونحو ذلك إلا يوم شم النسيم، فهو خطير بلا شك، وهو محرم أن يكون الإنسان متبعا لأهل الكتاب في هذه المسألة، كما ذكرنا حتى وإن كان لغرض في نفسه مجرد غرض اللعب واللهو، كما ذكرنا
الاحتفال برأس السنة الذي يأتي. وأما القسم الثالث فهو الذي يكون المتابعة فيه مكروهة أو خلاف الأولى، ومثل الشق في القبور، في القبور مثلا، لأن الذي أولا هو لم يفعل ذلك أخذا منهم، ولكن توافق الأمران، توافق الفعلان، فهذا يستحب أن نخالفهم فيه. من صام عاشوراء فقط مشروع ومستحب، ولكن خلاف الأولى، الأولى أن يصوم تاسعاء وعاشوراء، والله أعلم وأعلم. قوله عز وجل: إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. كلام بين واضح أن المتقين لا يتبعون أهواء الذين لا يعلمون، وبهذا تتحقق ولاية الله لهم. الله يتولاهم، الله ينصرهم، الله سبحانه وتعالى يحفظهم، الله يخرجهم من الظلمات إلى النور، الله يهديهم إلى صراط مستقيم. والذين كفروا، الذين ظلموا، بعضهم أولياء بعض، أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. من أيقن بالحق فهو الذي ينتفع بهذه البصائر، آيات بينات فيها من أنواع النفع والفوائد الإيمانية والسلوكية والخلقية ما لا يحيط به علما إلا الله. بصائر يبصر الناس بها الطريق، هدى تهدى بها القلوب، رحمة سعادة في الدنيا والآخرة يرحمهم الله عز وجل بها في الدنيا والآخرة، ينتفع بذلك من أيقن بالحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الموقنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. المرة القادمة إن شاء الله نذكر الآيات المتعلقة بقصة موسى صلى الله عليه وسلم في سورة الزخرف. قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا ولكن قولوا انظرنا واسمعوا. كان اليهود يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم راعنا ليا بألسنتهم، تعني هذه الكلمة مسبة عندهم، أصح ما قيل فيها أنت شرنا، ترجمة عبرية راعنا أنت شرنا والعياذ بالله. وهم ترجمة لغتهم في لغتهم معناها أنت شرنا، أنت شرنا. فنهاهم الله عز وجل أن يقولوا راعنا، يعني راقبنا وانصحنا ونحو ذلك، انظر ما نفعل وارقبنا فيما نفعل وانصحنا في ذلك. فنهوا عن أن يوافقوا اللفظ الذي قصدوا معنا حسنا، من أجل أن اليهود يقولون ذلك يقصدون به معنا إيه؟ سيئا، وذلك سدا لذريعة الموافقة. وهذا مما ينهى عنه من موافقة أهل الكتاب في أمر لا يقصد المؤمنون فيه متابعة أهل الكتاب، ويقصدون أمرا آخر تماما غير ما يقصده اليهود. فهذا معنى ولكن قلوا انظرنا واسمعوا، يعني وأطيعوا. في قول الله عز وجل: لنتخذن عليهم مسجدا، الله سبحانه وتعالى ذكر من بنوا على قبر أو على الكهف الذي مات فيه أهل الكهف واتخذوه مناما لهم ثم ماتوا فيه مسجدا، لم يذكر ذلك بصيغة المدح، بل ذكر ذلك بصيغة هي أقرب إلى الذم. وذلك قال بقوله عز وجل: قال الذين غلبوا على أمرهم، والذين غلبوا على أمرهم ليست صفة مدح، وإنما هي دائما في من سبق من الأمم، الغالبون كانوا دائما أغلبهم أهل جهل وأهل بدعة وليسوا من أهل الحق. افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، قال كلهم في النار إلا واحدة، كان القلة من أهل الكتاب من قبلنا
هم الذين على الحق. فالذين غلبوا على أمرهم رغم أنهم كانوا منتسبين إلى الحق جملة، لكن القلة هي التي تغلب وتكون على الحق. فالذين غلبوا على أمرهم قالوا لنتخذن عليهم مسجد. لم يقل الله عز وجل قال الذين آمنوا، أو قال الذين أسلموا، أو قال الذين اتبعوا نبيهم، إنما قال الذين غلبوا على أمرهم. لذلك كان في نزاع، والذين غلبوا كانوا من هؤلاء. وأتت السنة بذم هؤلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. إذن الآية في الحقيقة دليل على عدم اتخاذ القبور مساجد مع الحديث الصحيح، وليس فيه أن القرآن أقر هذا الأمر. أولا القرآن لا بد أن يفهم في ضوء السنة. وذم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد من أهل الكتاب يحذرنا من مثل صنيعهم، دليل على أن اتخاذ القبور مساجد ليس من ما شرعه الله لأهل الكتاب، بل هو من قسم المخترع المبتدع الذي لعنوا عليه. وقوله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. الظاهر الراجل الذي ظن بهذا فتكر يذكر ذلك في الاحتجاج عليه على جواز المقامات، مقام سيدي فلان ومقام سيدي فلان، وأنه اتخذ مسجدا. لا، مقام إبراهيم هو الحجر الذي كان يقوم عليه إبراهيم ليرفع القواعد في أثناء بناء البيت. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخذه مصلى، أمرت الأمة أن تتخذه مصلى، لا بأن تبني بناء عليه، وإنما بأن تجعله في ركعتي الطواف بينها وبين البيت، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. بعد أن طاف سبعا بالبيت اتجه إلى مقام إبراهيم وقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى خلف المقام ركعتين. فهذا الذي أمر الله به ليس له أي دخل في أننا نجعل مقام إبراهيم أنه مثلا قبر إبراهيم ونتخذه مسجدا ومصلى، ليس كذلك باتفاق أهل العلم. إبراهيم عليه السلام يقولون أنه دفن في فلسطين، ولسنا نجزم بذلك ولا نعلمه. والمصلى الذي هناك باسم مسجد أو الحرم الإبراهيمي أو المسجد المبني هناك، هذا من إحداثات المبتدعين من هذه الأمة. هل يمكن اعتبار يوم عاشوراء عيدا أن يهنئ بعضنا بعضا؟ لكن ليس كعيد الفطر وعيد الأضحى. نحن نحتفل بعاشوراء على أنه يوم من أيام الله يصام شكرا لله. والتوسعة على الأهل والعيال ورد فيه أحاديث ضعيفة لا تثبت، يعني جعلوا موسم زي ما بيقولوا، لازم الناس تاكل لحمة ولازم تاكل فراخ فيه. لا، ليس بلازم. من ناحية الأكل احنا بنصوم هذا اليوم، وليس من ايه من لازم الناس تذبح فيه. ورأس السنة الهجرية لم يرد فيه فضيلة معينة إلا أنه من شهر الله المحرم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الأيام الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. يقول الرد على القول بأن هذه الأعياد أصبحت عند الكفار أمر ثقافة ليس أعيادا دينية. لا شك أنها مرتبطة بعقائد عندهم، وهم تركوا الدين بالكلية نعم، ولكنهم تمسكوا بهذه الأيام والمناسبات. وعلى أي الأحوال الاحتفال بهذه الأيام باللعب أو بالتوسعة، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يلعبوا في اليومين مجرد لعب. قال: إن الله قد أبدلكم يومين خيرا منهما يوم الفطر يوم الأضحى. غلق المحلات يوم الأحد، أنا أقول لا يجوز أن أجعل أجازتها يوم الأحد، يفتح ولو جزء من الأحد. الأخ يطلب تغيير التقويم في الهاتف إلى الهجري. هي بعض التليفونات تحتمل ذلك وبعضها لا يحتمل، اللي فيه يحتمل يبقى يفعله إن شاء الله.
هل يجوز رفع النقاب داخل العمل بالمستشفيات حيث تم صدور قرار من قبل مدير المستشفى وعميدة الكلية بحرمان المنقبات من العمل طالبة ماجستير تمريض جراحة وبطنة؟ نقول يمكنها أن تتحايل على هذا القرار الجائر الظالم بأن تنزل جزءا كبيرا من الخمار إلى جبهتها، ترفع جزءا كذلك، تلبس الماسك أثناء الجراحة، تكون منقبة من حيث لا يسمونها منقبة، والله المستعان. نسأل الله أن يفرج كربات المسلمين في كل مكان، وحسبنا الله ونعم الوكيل فيما يصد عن سبيل الله. وترفع قضية، يرفعنا قضية، بس للأسف ما فيش دعاء، يعني أحكام القضاء كلها بترمى في الزبالة. ما بيطبقوش حاجة، ياخدوا قرارات ويضرب بيها عرض الحائط وخد بعد خلاص بقى بلطجة. شاب التزم منذ مدة، تعرف على أخ صالح، ولكن علاقتهم صارت يعني فيها محبة زائدة جدا، يعني هذه قضية خطيرة بلا شك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما. قيلت حكمة ورويت حديثا حسنه كثير بعض أهل العلم. فالحب الزائد ليس مشروعا، ويخشى أن يكون من ورائه يعني أمراض قلبية ونفسية، فلا بد أن يكون هناك توازن في الحب، والله المستعان. ده ممكن كتير جدا، الحب في أصله العشق نفسه مرض. الحب في الله عز وجل لا، ليس من هذا الباب. الحب في الله لأجل الطاعة، وهذا سوف تحب غيره من يطيع الله ويعينك على طاعته مثل محبتك له. ماذا يفعل من أدركته ماذا يفعل من أدركته صلاة رباعية في السفر ولم يصليها إلا بعد وصوله بيته، وكان قد خرج وقتها، كانت صلاة الظهر والعصر، يعني على سبيل المثال نوى جمع التأخير، أدرك الظهر في السفر ونوى جمع التأخير إلى أن يصل إلى بلده، فصلى الظهر والعصر جمع تأخير باتفاق أهل العلم يصليها أربعا، لا أعلم خلافا في ذلك، لأنه قد زال عنه وصف السفر. وقد قال عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فهذا قد ترك هذا الوصف، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله وضع عن المسافر الصوم شطر الصلاة، فهذا ليس بمسافر. إذا كان الأمر بالعكس، أدرك وقت الظهر في الحضر ثم لم يصلي الظهر لكن سافر ويصلي جمع تأخير أو في الطريق، الصحيح مع خلاف بين أهل العلم أنه يصليها ركعتين، لأن هذا ضارب في الأرض وهذا وقت صلاة بالنسبة له. هل صحيح أنه لا يجوز حلق الرأس بالكامل، أي زالت كل الشعر؟ لا، ليس كذلك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لمن وجده قد حلق بعض رأسه، حلق بعض رأس صبيه وترك البعض وهو الذي يسمى القزع، قال: احلقه كله أو اتركه كله. فاحلقه كله، احلقه كله، احلق بكسر اللام ولا فتحها مش عارف،
احلقه كله او اتركه كله يدل على جواز الحلق. اما ما ورد من ذم الخوارج وفي وصفهم سيماهم التحليق هذا لمن قصد متابعتهم على ذلك او ان يكون شعارا لطائفة. يعني ناس كده جماعة يقولوا احنا مع بعض كده هنعمل فرقة عنواننا ايه الحلق، يفضلوا على طول يحلقوا. لا، هذا لا يجوز. زي مثلا ناس يقولوا احنا عنواننا نلبس ضفيرة حمراء مثلا، زي بتقول اهلي كده مثلا، مش لازم ضفيرة يعني، بيعملوا حاجات تانية. فهذا عنوان جاهلية. الجيلاتين في الدواء يجوز؟ ده اللي نفهمه من السؤال. المنتجات الجيلاتينية الكبسولات المصنوعة في من جيلاتين خنزير في بلاد الغرب غالبا لا تجوز. ولذلك اللي عايز ياخد دواء بره ياخد يا اقراص يا شراب يا حقن. اما في بلاد المسلمين فهناك شركة، الشركة العربية للمنتجات الجيلاتينية فيما أعلم تستعمل الجيلاتين البقري. هذا الذي أخبرت به من قبل العاملة فيها. هم يستوردوا الجيلاتين البقري برضه. الدواء اللي مستورد بيبقى المادة الفعالة. ودي مش مشكلة، المشكلة في الجيلاتين الكبسول. لذلك لما ينطبقش عليه اضطرار لان في 50 بديل. ونقول الكبسولات اللي موجودة مصنوعة في بلادنا كبسولات مصنوعة من جيلاتين فيما اعلم بقري. يا سيدي في 50 حاجة بديلة، تخافش اقصاها فضي الكبسولة وما تاخدها، خد الدواء المادة الفعال، افتح الكبسولة وخد البودرة. طعمها وحش شوية معلش، بس احسن ما تاكل حاجة ايه خنزير. ده الدواء اللي جاي من بره مستورد، ان معظم الجيلاتين اللي في اوروبا وامريكا من الخنزير. خلي دواء مصري، دواء مصنع في السعوديه في الاردن او على الاقل في بلادنا هنا، هتلاقي مكتوب الشركه العربيه للمنتجات الجيلاتينيه، الشركه العربيه للمنتجات الجيلاتينيه بتصنع الجيلاتين هنا او بتاخده مستورد من بقري. ها صح، ممكن يبقى يعملها كده بس مش عارف يظبطها. هل يوجد عذر عند الشرك، اي ان يسجد شخص عند القبر ومات على هذا الحال اذا كان لا ينوي عبادة غير الله ولكن يرى ان هذا تكريم لصاحب القبر لا يريد عبادته ولا يؤلهه، فهذا قد يعذر بالجهل إذا كان لم يبلغه النهي عن مثل هذا ولا يريد عبادته ولا يعلم أن السجود عبادة، فهذا يكون معذورا بجهله حتى تقام عليه الحجة. قل قولي هذا واستغفر الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك كما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا.